هتجيبي لبيب. قوم اجت الانسه. لحظه شوي لسه علي سباق بس لاخذ الكاس. ما بيقوم نور الكمبيوتر لياخذ الكاس. وبيطول لحتى ياخذ الكاس؟ لا يقولني على طول بسبق الكل. ايه معلش بستنى لحتى يخلص. ايه عن اذنك انا لك. اذنك معي. ما طلعنا هاد. هلا انت شلون بتمشي للموتور؟ سهلة كثير، عندي حتى علميك. لا ما بعرف اشتغل على الكمبيوتر. ما بدها شيء، هذا يمين وهذا شمال وهذا بنزين. وبركي خرب. الكمبيوتر من بين كل الآلات، الشغلة منيحة فيه انه ما بيخرب. وشلون بدي مشي لقدام؟ بتدعسي له بنزين لحاله بيمشي، عندك السهم يلي فوق لبطة، والسهم يلي تحت بوكس، وإذا أجالك الشرطة بتدري تجي. عشان يلحقني الشرطي بدي شلحه عصايته. لك انتبهي لا تخلي الموتور يوقف، مجرد ما حط اجره على الارض كمشك الشرطي. بعرف صرت مكموشي 10 مرات تعلمت. خليني اعلمك على خير اللعبه. لا لا بدي اخلص هي بالاول. قوم انت اقراها شوي قبل ما نبلش بالدرس. بس حتى دق التليفون لك. يلا قوم دق التليفون. الو مرحبا استاذ، أنا لبيب ابن أبو لبيب. أستاذ ما رح أقدر أجي على الدرس اليوم، عندي دراسة. شكرا، يعطيك العافية أستاذ. ليش عم تكذب؟ الكذب مو منيح. ما عاد إلحق، الدرس الساعة 4. بتلحق، شغلتنا كلها نص ساعة زمن. هلا صارت الساعة 3:30. قديش؟ 3:30. 3:30؟ ليش قديش فكرتيها؟ أنا من كل عالي فكرتها شي ساعة 12. لازم امشي. بكره بيجي بعطيك الدرس، عندك شي بكره؟ لا. اي خلص. بكره الساعة 11 الصبح بكون عندك، خاطرك. الله معك. ألف جمعة، ألف جمعة. خليني حاسبك قبل ما تروحي. لا لا معلش ما في داعي هلا، لك خليكي لأنه نحن متعودين نحاسبك على الحارة. جمعي لي اياهم معك. طب استني شوي رح بحط غدا انشغلت عندك ان شاء الله ما تواخذيني، خليكي تغدي معنا. لا لا بدي اروح اغدي ولادي، تاخرت عليهم. بتعرفي انت اول انسه لبيب بيتحمل هيك، كل الانسه اللي اجوا قبلك كانوا يطفشوا ما يتحملوا منه. ان شاء الله بتضبط الامور، انا تاخرت كثير عن اذنك. طيب ماشي الله معك. الشهادات اللي عنا مطرشقة طرشقة على الحيطان. لك الخالو لك الخالو. اخي حسان هون؟ يا ميت اهلين وسهلين. واخيرا. يا ميت اهلين وسهلين، ليش ما اتصلت انك جاي؟ كنا رح نستقبلناك. ايش شلون بدي اتصل؟ ما عندكم تليفون؟ طمني بالاول، كيف رئيفة والولاد؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله كلهم بخير ويسلموا عليك. ايه الحمد لله، تفضل اخي تفضل. تفضل خالي تفضل تفضل، تفضلي امي تفضلي. كنت جيبهم معك، ليش اجيت لحالك؟ ستي بكره بتملي منهم لانه نحن جايين نسكن هون. وملكك ورزقك هونيك، شو بدك تعمل فيه؟ رح اخلي واحد من الاولاد يديرهم لانه بصراحه بدي اشتغل بالسياسه. سياسه شو؟ هلا افتنط؟ ليش هيك عم تحكي اختي؟ يعني انا هلا مو خر السياسه؟ لا مو هيك، بس بالعاده العالم بيلحقوا السياسه وقت اللي بيكونوا اولاد، مو وقت اللي بيكبروا. انا مو سياسي سياسي هلا بدي اشتغل. لكن سياسة شو؟ انا هلا بدي رشح حالي على الانتخابات. رشح حالك هونيك؟ هونيك العالم تعرفك اكثر. ايه ايه بس انا نفوسي هون ودائرتي الانتخابية هون، بعدين
مين قال لك انه ما حدا بيعرفني هون؟ اي اللي بيعرفك هون بيكون نسيك، صار لك 10 سنين ما اجيت على الشام. مين قال لك صار لي 10 سنين؟ انا كل اسبوع بجي مرتين على الشام. ما بتصير مناسبة الا بجي انا والولاد. ليش ما كنتوا تطلوا لكان؟ كنا نجي ونرجع بنفس النهار، ما نلحق. ايه كنتوا تتصلوا؟ منروح لعندكم مطرح ما لكم موجودين. لسه بتقلي تتصلوا، ليش عندكم تليفون انتوا؟ على كل ولا همك اختي، انا رح اسعالكم بالتليفون، ما بيصير هيك. وينو ابوكم؟ كمان لسه ما رجع؟ ابي جوا بالمطبخ عم يطبخ. استريح اخي، هلا بنتغدى وبنحكي. ايه شو عم تطبخوا؟ اسمعي جمانة، هاي شغلة الإضافة ما حبيتها، ما بصير نحن اثنين نغيب على البيت. شلون ما قلك إنه بدي أعمل دورة كمبيوتر لك؟ ولا شو هذا الكمبيوتر؟ اكتشفت إنه من الضروري كل إنسان يتقن استخدام الكمبيوتر، يلي ما بيعرف بالكمبيوتر بهالعصر يعتبر أمي. هلا عيميني من شغلة الكمبيوتر وقولي لي، ابن الكمبيوتر هذا أخوك بده ينام عنا؟ ما بعرف، معقولة أسأله هيك سؤال يعني؟ طب أنا لازم أعرف. شو فرقت معك انت؟ لك شلون شو فرقت؟ بدي روح على الشغل انا. اي شغل؟ ان شاء الله بدك ترجع للحفر؟ لا شو حفرنا؟ شو ما لنا طابخين كوسه وما عنا حفرنا كوسه؟ ما حفرنا كوسه. ايه بدي روح، طبعا بدي روح. اشتغل شغله ثانيه. شوفي انا اقتنعت بشغله منصور هي تبع رح اشتغل، بس هديك كاجراء تكتيكي، لكن استراتيجيا انا كل خميس لازم. تبع منصور بالكازينو؟ بابا شو بدك تشتغل بالكازينو؟ مدير حسابات بابا، شو بدي اشتغل بالكازينو رقاصة انا؟ اكيد مدير حسابات. بعدين ليه عم تسالي؟ قومي عند خالك انت، قومي. شو بدك تفري؟ شو بدك قدام الاولاد اني انا بدي اشتغل كرسون؟ انا قلت بالكازينو ما قلت كرسون. انا حتى كلمه كازينو ما بدي اياهم يعرفوها. تصوري يعرفوها هدول الشابين اللي عندي بكره يقضوه على تنقيط بالكازينو على دور. لبنوا. دايما ان شاء الله اختي. صحة وهنا اخي، شرفت، تفضل. ما اكلت منين؟ شو بدي اكل يعني؟ الرز اللبي اللي عامل لي اياه ما في شيء بشهي. ورشي عزرك ولا تورشي بخلاب. خالو بدي اسالك سؤال. هلا شو بتستفيد اذا رشحت حالك للانتخابات؟ شخصيا ما في فائدة غير الوجاهة. بس يعني بصير الواحد يعني بيقدر يخدم اصحابه قرايبينه ويلي بيقدر يخدمهم. ايه ولا تنجح بالاول؟ هو النجاح شبه مضمون. أنا ما رشحت حالي من حالي. يعني القاعدة الشعبية دفشتك وأصرت عليك إنك تترشح. كله حسب الأصول، يعني مو معقول يحط اللي تحتي واللي فوقي مشان هيك الشغلة تطلع فالصو. الله يقدم اللي فيه الخير. الحمد لله الحمد لله. على كل أنا جاي مطالب مساعدتكم. من جهتنا أصواتنا المبحوحة لك، اللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. موضوع أصواتكم، أنا أصواتكم بعرف إنه إلي، لأنه مو معقول تعطوا أصواتكم للغريب وتتركوا القريب.